فتمكنت من الحصول على هذه المكالمة، فأنا دائما أتصل ولا أستطيع أن أتحصل عليكم. أرجو منك الدعاء لي، فأنا في كرب شديد يا شيخ. أسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك وأن يزيل كربك وهمك، وأسأل الله أن يشرح صدرك وأن يرزقك وأن يبدلك بالهم فرجا قريبا إن شاء الله تعالى. آمين يا رب. أرجوك يا شيخ، أنا وقع عقد القران منذ سنة وأنا أنتظر لك أنتظر الزواج، لكن وقعت عراقيل كثيرة. أرجوك أن تدعو لي أن ييسر أمري. سندعو لك إن شاء الله أن ييسر الله أمرك وييسر زواجك إن شاء الله تعالى، ويسعدك مع زوجك ويرزقكم الذرية الصالحة المباركة. أخونا الأخ سعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. أشهد الله أن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أسألك بالله الدعاء لي بالهداية وقضاء عني ديوني، أستحلفك بالله يا شيخ. أسأل الله عز وجل أن يهديك وأن ييسر أمرك وأن يقضي دينك، وأوصيك بالوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا كان عليك جبل من دين أداه الله عنك، قال: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. كرر هذا الدعاء كثيرا إن شاء الله بيقين، والله عز وجل سيفتح عليك أبواب الرزق. بارك الله فيك. الأخ ياسر من السعودية، تفضل. السلام عليكم، كيف الحال؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخ، قبل شوي الله يرضى عليك كنت تقول أني المرأة صلي خلف زوجها كأنها صف الحالة. نعم. أنا صليت صلوات كثيرة مع زوجتي، بس صليت جنبي ما يصلي رجل مع رجل، علي شيء عاد صلوات أو. ليس عليك شيء أخي الكريم، لأنك فعلت ذلك وأنت تجهل الحكم الشرعي، لكن المرأة لا تقف بجوار زوجها وإنما تقف خلفه، حتى إن البخاري رحمه الله بوب بابا باب المرأة صفا وحدها. كم تبعد يا شيخ المرأة وزوجها في الخلف؟ يعني صف، كأني في يوجد صف كامل أو كصف كامل، يعني تسجد خلف زوجها. نعم، جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك، حفظك الله ورعاك. فنقول أيها الأحباب الكرام، لو أننا أخذنا بهذه المسألة، مسألة تخفيف المهور. طيب، عفوا، الأخت مكية من سوريا. السلام عليكم شيخ وحيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدي أحكي، بس أنا أتوجه كلمة للشباب بالقليل المروءة، حيث يتعلق بالفتاة سواء عن قرب أو بعد، وعندما يبحث في أوراقها فيجد أن ليس لها مال، فينسلب امتلالا ويدعها وقد تصدم من هذا الموقف، لا أسفا عليه بل من هذا التصرف، وقد يسبب لها مشاكل مع أهلها. وشكرا، بارك الله فيك. الأخ عبد المنعم من الأردن، تفضل واغلق. السلام عليكم. تلفاز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك عم الشيخ؟ الله يسلمك ويحفظك ورعاك. والله سؤال لو سمحت. تفضل. ألو، أغلق الصوت عشان تتكلم مباشرة، تفضل. والله يجوز لشاب الخاطب بدون حركات ابتسام انه كان حد يخاطب التلفون؟ اعد السؤال مره اخرى. للشاب الخاطب بدون ان يكتب الكتاب يجوز ان حد يخاطبه بالتلفون؟ طيب، حاضر، اجيبك ان شاء الله على هذا. حاضر. نقول بالنسبة للخاطب، نحن قلنا بأن الخاطب والمخطوبة امرأة أجنبية منه، وإنما أبيح له أن يجلس معها ومع أبيها أو معه ومع أخيها لإرادة الخطبة، فإذا ركن قلبه إلى خطبتها عادت الحرمة إلى أصلها فأصبحت امرأة أجنبية. هل يجوز أن يهاتفها في الهاتف؟ لا يجوز أن يهاتفها في الهاتف إلا لحاجة، إلا لحاجة، هناك حاجة مهمة يجوز أن يهاتفها في الهاتف. أما يتصل بها وكيف الحال وكيف الصحة وهذه الأمور فهذا لا ينبغي، لأنها ما زالت أجنبية. طيب، الأخت أم مريم. الله. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ سلمكم الله، بارك الله فيك. وإياكم.
عندي مداخلة يا شيخ. جزاك الله خيرا على تعليقك على الزواج الزواج وتسهيل المهور. ولما صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون زينه وخلقه فزوجوه، لما الناس امتنعوا عن هذا وجدنا زواج عرفي وزواج بدم وزواج ما يعرف المنتشر بين الجامعات وأطفال وأبناء الجامعات، ووجدنا قضايا النسب التي لا حصر لها في المحاكم. كل هذا عشان الناس لم تستمع لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم وغالوا في المهور، وهذا هو الفساد الذي يشار له الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الكريم. جزاك الله خيرا يا بارك الله فيك أكرمكم الله. وبالنسبة لأخت مكية من سوريا بتقول نوجه كلمة إلى الشباب الذين يخطبوا البنت فإذا وجدوها غير مال ابتعدوا عنها، وهذا موجود حتى عندنا في مصر. في مصر هنا موجود، إذا أقبل على بنت ليتزوجها قال أبا فقير لا يستطيع أن يجهزها، أحجم الشباب عنها لأنه منتظر أن يجهزها أبوها، يجيب لها الثلاجة والغسالة والبوتاجاز. فإن كانت فقيرة لا تستطيع أن تجهز هذا حتى لو كانت دينة أو لو كانت جميلة، فإنهم يعرضون عنها. وهذا بلا شك كما ذكرت لكم إرادة الدنيا، بل ينبغي للإنسان أن يقبل على البنت لدينها ولخلقها ولقربها من ربها تبارك وتعالى بغض النظر عن أي شيء آخر. فالفقير قد يغتني والغني قد يفتقر والجميلة قد تصبح دميمة إلى غير ذلك من الأمور. ولذلك فنحن نقول لشباب الإسلام والمسلمين إذا أقبلت على الزواج لابد أن تنوي عدة نوايا، أو يفضل لك أن تنوي عدة نوايا: أولا تكثير سواد المسلمين، ثانيا تكثير نسل المسلمين، ثالثا أن تفرغ شهوتك في الحلال، رابعا أن تعف امرأة مسلمة، خامسا أن تبني أسرة مسلمة، سادسا أن تخرج أناسا يعبدون الله عز وجل، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأكره نفسي على الجماع خشية أن رجاء أن يخرج الله من صلبي من يوحد الله تبارك وتعالى. طيب معنا اتصال، تفضل.